السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. بحرية صنعاء سفينة توتور استهدفت بهذا السلاح، وإلى التفاصيل. أكد مصدر في القوات البحرية اليمنية أن عملية استهداف السفينة توتور تمت بزورق طوفان واحد المسير. وذكر المصدر أن زورق طوفان واحد المسير يحمل رأسا حربيا بوزن 150 كيلو جرام، ويمتاز بسرعة وقدرة عالية على المناورة والتخفي. ولفت إلى أن زورق طوفان واحد المسير تصل سرعته إلى 35 ميلا بحريا في الساعة، ويختص باستهداف الأهداف البحرية القريبة الثابتة والمتحركة. وأوضح المصدر أن الإعلام الحربي سيوزع مشاهد للزورق ومواصفاته لاحقا. وكان الإعلام الحربي وزع يوم الأربعاء الماضي مشاهد من استهداف القوات البحرية اليمنية لسفينة توتور بزورق مسلح في البحر الأحمر وإغراقها، حيث تم استهداف السفينة في 12 من يونيو الجاري في البحر الأحمر، وذلك بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. وتمت عملية الاستهداف لانتهاك الشركة المالكة للسفينة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة. وتضمنت المشاهد لحظة استهداف الزورق الهجومي الأول للسفينة من الجهات الخلفية، محدثا انفجارا كبيرا خلف أضرارا جسيمة في السفينة. كما تضمنت المشاهد لحظة انفجار الألغام التي زرعتها القوات البحرية داخل السفينة. وحينها علقت القوات البحرية اليمنية على الحادثة، موضحة أن السفينة توتور استهدفت بعد اختراق سفينة تابعة لشركتها إف ألندر شبينغ كوسا لقرار الحظر ودخول ميناء حيفا المحتل، مضيفة أنه تم إرسال إيميل للشركة وإبلاغها عن اختراق إحدى سفنها المسمات كيمان مي ستار لقرار الحظر وتم تحذيرها. وأكدت القوات البحرية أن السفينة توتور أغلقت جهاز التعارف الدولي EIS خلال مرورها من البحر الأحمر، مضيفة أنه تم استخدام عدة أسلحة بحرية في استهداف وإغراق واستهداف السفينة توتور، من بينها أسلحة تستخدم للمرة الأولى. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.